أوقفت الصرافات السعودية التعامل بالعملة القطرية الريال بعد أن شهدت انخفاضا كبيرا في قيمتها السوقية، وكانت بنوك بريطانية قد سبق وأوقفت العمل بها أيضا على ضوء التخفيض الائتماني بحق الإمارة الذي أصدرته عدد من المؤسسات المالية العالمية على رأسها فيتش وموديز. من جانبه قال عادل الملطاني شيخ طائفة الصرافين في منطقة مكة المكرمة إن عامة الصرافين المعتمدين بالمملكة والمقدر عددهم ب 66 صرافا توقفوا منذ صدور بيان قطع العلاقات مع دولة قطر عن التعامل بالريال القطري سواء عبر البيع أو الشراء، مشيرا إلى أن المخزون لديهم من تلك العملة يعد بالنسبة لهم عملة ميتة عديمة القيمة والفائدة.